خلينا نبدأ كده من القانون الذي حظي بنقاشات كتيرة، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. الآن هو عند الرئاسة، أرسل مجلس الوزراء أرسله الرئاسة. أيوه. هل في إمكانية لإدخال تعديلات، لطرحه لحوار مجتمعي، ولا هو يعني جاهز فقط على الإصدار والنشر في الجدل الرسمية؟ أنا أعتقد كمان إنه في احتمال أكبر إنه يكون السيد الرئيس وقعه أمس قبل سفره للصين. لا، هو إحنا الحوار المجتمعي الحقيقة إحنا عملنا الموضوع ده بطريقة يعني تضمن إن إحنا ناخد آراء الجمهور والمواطنين والقوى السياسية، بأنه عند إعلان اللجنة الخاصة بإعداد هذا القانون في أول اجتماع ليها كان الاجتماع التمهيدي، أنا خرجت في وسائل الإعلام كلها وأمام جميع السادة الصحفيين وقلنا إن كل المطلوب من اللجنة أن تؤديه، كل الاقتراحات، كل الأفكار اللي الأحزاب والمواطنين والمرشحين المحتملين إنهم يطلبوا إن إحنا نضعها في حسباننا بالنسبة لهذا القانون يتقدموا به، وبالفعل تقدم. وقلنا إحنا هندي وقت ما بين 3 أسابيع أو شهر ممكن. الحقيقة لغاية آخر يوم إحنا كنا بنعمل فيه هذا القانون كان بيتقدم لنا. طبعا في الأول كان طلبات والحاجات عديدة تقل، إنما أنا عايز أقول ساعتك لغاية آخر وقت كان بيتم تقديم مقترحات وتوصيات بشأن هذا الموضوع، بشأن هذا القانون، وتم بحثها جميعا وعرضها على اللجنة المختصة وهي لجنة يعني على مستوى عالي جدا، في أمانة فنية في اللجنة مكونة من 4 من السادة المستشارين المتخصصين في هذا المجال، بحثت كل هذه الاقتراحات وقدمتها للجنة بآرائها ويعني توصياتها بالنسبة لها.